اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. النهارده هكلمكم عن مشروب سحري بينزل الوزن، بيقلل الكرش، بيرفع معدل الحرق، ومش بس كده، ده يعني يعتبر دلوقتي هتظهر قدامكم على الشاشه اراء لناس على مستوى العالم كله استخدموا المشروب ده وفرق معاهم جدا، ونزل حتى انهم يعني قرروا انهم لا، المشروب ده لازم نكمل عليه لغايه لما ننزل في الوزن او نوصل للوزن المثالي اللي احنا عايزينه. فكان لازم النهاردة اكلمكم عن المشروب ده لانه رخيص ومش مكلف جدا ونتائجه مش معقولة بجد. فهاتوا ورقة وقلم وسجلوا معايا لانها هتكون حلقة مهمة جدا. قبل اي حاجة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب في القناة، وفعلوا علامة الجرس علشان توصلكم الاشعارات بكل الفيديوهات اللي انا بعملها اول باول. زي ما احنا عارفين طبعا مشكلة التخسيس والناس اللي بتحاول طول الوقت تخس، وبنجرب في ادوية كتير ووصفات كتير وعايزين حاجة ترفع معدل الحرق، يعني طول الوقت بنجرب. فنهاردة المشروب اللي احنا هنعمله ده هيرفع معدل الحرق بشكل رهيب، وما تتخيلوش قد ايه المكونات بتاعته بسيطة. بس انا طالبة منكم حاجتين مهمين جدا لازم نعملهم قبل ما احنا نعمل المشروب ده. اول حاجة ان احنا نظبط اكلنا، يعني نقلل الكربوهيدرات والنشويات والحاجات اللخبطة دي والشوكولاتس والساندوتشات والحاجات دي حاول نقللها، وكمان نحاول نلعب رياضة 3 مرات في الاسبوع، او لو مش هنقدر نلعب في الرياضة يعني مثلا ممكن نمشي كل يوم من ربع نص ساعة. لو عملنا الحاجتين دول هنقدر نشوف نتائج حلوة قوي من المشروب. طيب نيجي بقى لمكونات المشروب ده. اول حاجة هنستخدم 250 ملي من المية، وتاني حاجة هنستخدم ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة، وتالت حاجة ملعقتين كبار من عسل النحل. بس خدوا بالكم ان انا عايزة القرفة مطحونة، في ناس بتحط القرفة اعواد، لا انا عايزة القرفة تكون مطحونة. لو مش عندك اشتريها من العطار، لو هتجيبيها مثلا اعواد اطحنيها، المهم احنا محتاجين قرفة تكون مطحونة، واخيرا ملعقتين كبار من عسل النحل. طيب ازاي بقى هنعمل المشروب ده؟ دلوقتي انا عندي المكونات، ازاي انا هعمل المشروب؟ اول حاجة على النار هحط 250 ملي مية، واولع النار وابدأ اسيب المية لغاية لما تغلي، واستنى عليها من 2 لـ3 دقايق، تمام؟ وبعدين هطفي النار واحط ملعقه القرفه واقلبها بحيث تكون الميه، يعني انا لسه طافيه الميه، هحط ملعقه القرفه واقلبها واسيب الميه والقرفه يبردوا شويه. دلوقتي هما كانت الميه بتغلي، اسيبها ايه تبرد شويه، استنى عليها من 5 لـ10 دقايق او ربع ساعه، وبعدين ابدا اصفي الميه من القرفه، لان القرفه دي بتبقى زي حبيبات كده، فاصفي المشروب ده من القرفة بتاعته، وبعدين احط ملعقتين الكبار عسل النحل واقلب، يعني بحيث ان انا كده يبقى عندي ايه المشروب جاهز. كده انا عندي خلاص المشروب بتاعي. هشربه ازاي بقى؟ المشروب بتاعي ده هشربه على 2 مرات في اليوم. اول حاجة هاخد منه 1/2 كوباية اشربها قبل النوم بنص ساعة. تاني حاجة هاخد باقي الكمية دي واشربها الصبح على معدة فاضية قبل الفطار بنص ساعة. يبقى هقسمهم على حاجتين، اول حاجة هشرب 1/2 كوباية قبل النوم بنص ساعة، وباقي الكمية كلها هشربها قبل الفطار بنص ساعة، واكرر بقى نفس اللي انا عملته ده كل يوم. لو عملت الحكاية دي بالليل والصبح والتزمت عليها مع نظام غذائي، وفي نفس الوقت ان انا بحاول اتمرن او اتحرك، هتشوفوا نتائج جبارة. اول حاجة الوزن بيقل، الكرش بيقل. انا مش عايزة دلوقتي اي تعليقات او تقولوا لي ايه ده، دي طريقة غريبة او كده، انا عايزاكم الاول تجربوا الطريقة دي وبعدين تيجوا تكتبوا لي في الكومنتات يعني ملاحظاتكم وانها فرقت معاكم. ده طبعا لو في اي سؤال يعني انتوا عايزين تسألوه سيبوه لي دلوقتي في الكومنتات، بس مش عايزة اي يعني اراء عن الوصفة دي قبل ما تجربوها علشان تبقوا فعلا شفتوا النتيجة فرقت معاكم ازاي. وطبعا بقى بالنسبة للناس اللي هتسألني هي الوصفة دي هستمر عليها لقد ايه،
هتستمري عليها او تستمري عليها لغايه لما توصل للوزن اللي انت عايزه، يعني مفيش منها اي مشكله او مفيش منها اي قلق، لان هي حاجات طبيعيه فمفيش منها يعني مش هتاذي الجسم خالص. فكمل بيها لغايه لما توصل الوزن المثالي وما تقلقش، وان شاء الله توصلوا لنتائج ممتازه جدا جدا وتشوفوا فرق في الوزن، ويا رب تكون دي امل لناس كتير فقدت الامل انها تخس او مش لاقي حاجه تعلي الحرق. الوصفه بتاعت النهارده دي هتعلي الحرق بشكل مميز وهتفرق جدا جدا معاكم. اتمنى ان حلقه النهارده تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها. لو عجبتكم ما تنسوش اللايك وسبسكرايب، شير الفيديو في كل حته، وسيبوا لي كل اسئلتكم في الكومنتات، واشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله. باي باي.